نرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. أكيد النهاردة الموضوع الأهم اللي شاغل كتير من البيوت المصرية، لما بنتكلم على 23 مليون طالب زي ما كنت بقول لحضراتكم من شوية، ده موضوع بيخص قطاع كبير من بيوتنا ومن مواطنينا. فبالتالي كل ما تم الإعلان عنه من قبل وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي، وقبله توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لطبقانة أولياء الأمور والطلاب طبعا، سواء بقى في المدارس أو في الجامعات، إنه إتاحة كل البدائل احنا نحافظ على استكمال العملية التعليمية سواء أونلاين أو بالحضور الفعلي، وإن يبقى في حرية الاختيار ما بين بدائل متعددة، ولي الأمر يختار إذا كان أونلاين، إذا كان بقى يحضر الولد في المدرسة، لكن يبقى مطمنين على إن هم يستكملوا العملية التعليمية، وفي نفس الوقت نحافظ على صحة أولادنا واتخاذ طبعا كل الإجراءات الاحترازية. النهاردة كل التفاصيل اللي تم الإعلان عنها بخصوص بقى المراحل التعليمية المختلفة وإجراء الامتحانات والحضور هيكون إزاي، ده اللي هنتكلم فيه بالتفصيل، ونسمع كمان ردود الأفعال، ولو في بعض الاستفسارات أو التخوفات اللي ما زالت موجودة عند أولياء الأمور نتكلم عنها يعني نشرح كتير من التفاصيل المتعلقة بهذا الملف. النهاردة في الحياة اليوم بيسعدنا يكون معانا أستاذة أو المدام أميرة محمود، المنسق والمتحدث باسم جروب اتحاد أمهات مصر النهوض بالتعليم. أهلا وسهلا بك يا مدام أميرة. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ أيمن صقر، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ومسؤول ملف التعليم. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ أيمن. دكتور علاء الجندي، الخبير التربوي والمدرب المعتمد بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بك يا دكتور علاء. أكيد أنا لازم أبتدي مع الأمهات لأن طبعا الأيام اللي فاتت كلها وكان الانتظار على نار النهاردة إنه هيحصل إيه. قوليلي الانطباع الأولي كده، خاصة مع التخوفات اللي تم التعبير عنها على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، أولادي يروحوا ولا ما يروحوش النهاردة بعد المؤتمر، إيه الشعور؟ لا، الشعور ان هو يعني كانت قرارات حلوه جدا وكويسه جدا وطمنتنا كلنا كتير. يعني يمكن مثلا من المراحل اللي هي اللي هيبتدوا يمتحنوا من رابعه ابتدائي لحد ثانيه اعدادي، القرارات كانت حلوه جدا ليهم وما فيش اي مشكله خالص، بالعكس يعني كويس. احنا كنا عندنا مخاوف اكبر من كده بكتير، لكن القرارات كانت حلوه جدا ان هو يعني راعوا كل حاجه فيها. التباعد الاجتماعي ان هو قال يوم واحد بس في الامتحانات في ان احنا ننزل نمتحن فيه لدمج المواد كلها مع بعضها في يوم واحد عشان ما يقدرش الطلاب ينزلوا كذا يوم، فده سهل حاجات كتير، ما يبقاش كل يوم نزول للطلاب، فدي كانت حاجه كويسه جدا. لكن المشكله كلها الانطباع بقى. قولي لي المشكله. اللي ما كانش يعني كويس قوي ان احنا الثالثه اعدادي اللي هو ضم الترمين مع بعض، اللي هو الامتحان اللي هيبقى المؤجل لغايه نهايه السنه. بالظبط، ده هيبقى عبء كبير جدا عليهم، ويمكن هم بس اولياء الامور اللي اولادهم في ثالثه اعدادي هم دول اللي عندهم مشكله، لان هم برده كانوا ذاكروا الترم الاول خلاص. فعايزين ان احنا برده نحدد مصيرنا احنا كمان، زي ما احنا متعودين ثالثه اعدادي تبقى بتكون ترمين. فليه مثلا ان احنا ما نعيدش النظر في الجزئيه دي ونحاول ان هم كمان برده نعمل اجراءات احترازيه ليهم ويمتحنوا الترم الاول عشان نسهل عليهم الدنيا شويه، ما يبقاش عبء كبير ان هم يمتحنوا الترمين مع بعض. فدي من ضمن الحاجات. بالنسبه للثانوي بالنسبه للثانوي ولو ثانيه وثالثه دول هيمتحنوا على التايب، هيمتحنوا اونلاين، ما عندهمش مشكله غير ان هم بس بيطالبوا ان زي السنه اللي فاتت بالظبط ان احنا كان في حذف في المنهج بتاعهم السنه اللي فاتت، فبيقولوا مفيش حذف السنه، فبيقولوا احنا برده ما زلنا في استال لسه في كورونا، فيعني واي نوت ان احنا نحذف برده جزء من المنهج ده. دي كانت مطالب ليهم. بالاضافه كمان بقى ان يعني مراحل من رابعه ابتدائي لحد ثانيه اعدادي عندهم بقى يعني شويه مخاوف، الامتحان هيكون يعني هي ماده، هو امتحان واحد في يوم واحد، هتكون ورقه الامتحان عباره عن كل المواد في امتحان واحد. طيب دي حاجه جديده علينا. طب احنا مش عارفين هنعمل ايه، فبنطالب لو الوزاره انها توفر نماذج استرشاديه على موقع الوزاره، يعني ان احنا نقدر كلنا ندخل بقى نشوف الامتحان هيكون عامل ازاي. تمام. ازاي هيكون في اجزاء من الاسئله يعني عشان نكون مطمنين. بشكل عام التعليقات اللي على بشكل عام لا يعني قرارات مرضيه جدا، يعني طبعا بسيسنا ثالثه اعدادي ان هو الموضوع عيب عليهم هنتكلم فيه. يا ريت. تمام. استاذ ايمن، يعني برضو وجهه النظر بقى المتكامله، خلينا اقول، لان ممكن يكون اولياء الامور عندهم راي، المدرسين راي، اللي بيتابع وبيراقب العمليه التعليميه بقى ليه معايير مختلفه عن اراء الطرفين. انت شايف ازاي الموضوع؟ والله انا شايف يعني انا ان في نجاح كبير لوزاره التربيه والتعليم في هذا الاطار. يعني كل الدعاوى كان قبل المؤتمر الصحفي اليوم بإلغاء الامتحانات، أولادنا ريس، كان هناك هاشتاجات على التويتر. يعني دلوقتي في راحة، يعني بعد الإعلان قررت اليوم امتحانات، في امتحان يوم واحد لكل سنة، مراعي كل حاجة، التباعد، إجراء الامتحانات، استكمال العام الدراسي.
ثلاث محاور مهمه جدا للعام الدراسي لاستكماله. مش هنعمل يعني ايه، مش هنضيع سنه على الولاد ان هو يلغي السنه الدراسيه، واللي عامل اعتقد عمليه صعبه ان هو العام القادم يقول لك اللي موجودين يعني جيل كامل ليس له دخل في موضوع كورونا او جائحه كورونا ما يحدث في العالم، هتضيع سنه من عيل. لا، ده انا هعمل لك امتحانات، هسهلت لك الامور، استكملت لك العام الدراسي، سهلت لك كل حاجه، سواء نظام الامتحانات، النماذج الاستشهاديه اللي هم كانوا بيطالبوا بيها حضرتك. فاضل اسبوعين على الامتحانات، يعني ايه ممكن الوزاره يبقى كتر خيرها لو عملت حاجه كده، بس الموضوع صعب. مش صعب يعني ايه، في الفتره ضيقه وقاعدين يجروا الامتحانات ويخلصوها بسرعه ويبداوا للعام الدراسي، وخاصه حضرتك عارف ان هو هيكمل. هناك حل اختياري، حضور المدرسه او اونلاين. حضور الاختياري لو انت مش اونلاين هتروح المديريه هتكتب موافقه انك هتعمل اونلاين، عايز مش عايز السنه الدراسيه خالص، خايف على ولادك برضو، هتروح المديريه بتاجيل العام الدراسي للعام المقبل، ودوت مش هيتحسب من سنوات الرسوب والنجاح في الدراسه. يعني الوزاره وفرت كل البدائل الممكنه ليهم للطلبه. انا ليا ملاحظه بس، كنت سمعت الاستاذ رفعت في المداخله بالنسبه للثانويه العامه، قرار الامتحان الالكتروني الثانويه العامه هو تم اتخاذه منذ شهور يعني، لكن الجديد في هذا خلال المؤتمر ان طلاب المنازل والراسبين من العام الماضي كان هناك اقتراح ان يكون الامتحان ورقي تقليدي وفق نظام التقييم القديم، ولكن هذا العام ده بالنسبه للراسبين والمنازل دول يبقى ورقي. كان السنه كان متاخد قرار كده. الجديد هذا في المؤتمر الصحفي ان الامتحان سيكون الكتروني لكل كده، لكل وفق نظام التقييم الجديد. هذا معناه ان هناك عمليه تدريب لطلاب المنازل والراسبين لانهم اتعودوا او ماشيين على نظام، واعتقد ده من اسباب. قصدك مفيش تدريب ليهم؟ لا، هيبقى في تدريب ليهم، هيبقى لان الطلبه بتوع الراسبين وطلبه المنازل لم ما عندهمش اجهزه تابلت. ايوه، دول كانوا هيمتحنوا ورقي عادي، دول خلاص يعني معنى كده. انا بقول بقى معنى كده هم ما كانوش مدربين على النظام الالكتروني زي بتاع ثانويه عامه. الوزاره هتبدا اجراءاتها حاليا لاجراء لتدريبهم واعتقد هيبقى في خطه للتابلت او ازاي يتم التعامل مع التابلت وازاي هيخش امتحان، لان هو الوزير او النظام المنظومه سواء التعليم قبل الجامعي او التعليم الجامعي راوا ان هناك هيبقى هناك تفرقه ما بين التقييم القديم والتقييم الحديث. يعني النظام يعني ممكن الراسبين مثلا مجموعه يبقى اعلى من النظام الجديد الالكتروني. لان اللي هو بس دول هيلحقوا يتدربوا، خصوصا بتوع ثانويه عامه دول اتدربوا سنتين، يعني هنا العداله. لا، ما هو الامتحان هيبقى كيفيه اداء الامتحان، التدريب على الكمبيوتر، يعني لغايه شهر 7 الامتحانات هتبقى موجوده. هو جوه المدارس اللي هيبقى الامتحان في الالكتروني بس في الجان في المدرسه. لا، هو الثانويه العامه ما في ده قانون. امتحان الثانويه العامه داخل مدرسه. هو للاسف هو اولى ثانوي وثانيه ثانوي وهيمتحن داخل مدرسه بس شهر مارس اللي هو من 27 ل 9 مارس، لكن بعد كده هيبقى في المنازل. هو يعني هو تجربه امتحان في المدارس للاحساس بالمسؤوليه مش اكثر. الان هو عايز لان شفنا الابحاث ولا ايه يا دكتور؟ الابحاث كان للاسف يعني هو احساس مسؤوليه. سبوبه جامده يعني. بشكل عام برضه يا استاذ ايمن، انطباعك عن القرارات وشفتها ازاي؟ والله الموضوع ده يحضرني يعني مقولة قصيرة جدا، ويمكن المقولة دي بتكون مفاتيح إجابة لأولياء الأمور. أيوة دكتور. المقولة بتقول إيه؟ عندما أراد الصينيون حماية وطنهم ووحدتهم بنوا سور الصين العظيم. وطبعا خد منهم وقت كبير جدا إيمانا واعتقادا منهم أن هذا السور سوف يحمي وحدتهم. ولكن بعد مرور أعوام قليلة على بناء السور تمكن العدو من دخول الصين. ليس ذلك من قوة العدو أو محافله أو جبروته، ولكن كان العدو يجند بعضا من الصينيين ويأخذهم طريقا للدخول إلى الصين. أدرك الصينيون أن بناء الإنسان أفضل من بناء أي شيء، وهذا ما أدركه القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم. أن بناء الإنسان المصري القادر على حل المشكلات، القادر على الابتكار والإبداع، وهو المفهوم الذي تحاول وزارة التربية والتعليم تغير وجهة نظر أولياء الأمور اللي الأستاذة أميرة لسه متكلمة عنها. إن إحنا تمام بندور على إن إحنا عايزين نمتحن، عايزين الدرجات،
ما بندورش على ازاي ان احنا عايزين نتعلم، احنا بندور على التعلم من اجل التعلم، ليس التعلم من اجل الشهاده واعمال السنه. يعني يحضرني كذا موقف تمام ان ولي الامر يجي يقول مثلا ايه اخبار اعمال السنه ايه، طب الامتحان هيجي صعب ولا ايه، طب خفوا ايدكم شويه على الولاد في التصحيح، فاهمين حضرتك؟ أيوة طبعا. فكل الثقافه ان انا عايز درجات ابني، مش عايز ابني يتعلم. بالاضافه الى النقطه اللي اثرتها الاستاذه انه احنا عايزين نحذف المنهج كبير او غيره بالنسبه لثالثه اعدادي او اي مراحل، تمام، تحدث عنها وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي. طبعا هناك معايير لابد ان تضع في الاعتبار. نحن كتربويين في مركز تطوير المناهج مفيش منهج بيتحط كده يا مدام لبنى باي لك كده، لا ده في معايير اختيار نواتج تعلم، معايير اختيار محتوى، معايير تقييم. انا مش ما بختارش المنهج كده وخلاص. من ضمن المعايير دي مبدا او معيار اسمه معيار التتابع والتكامل. انه انا دلوقتي ما ينفعش مثلا انا مطلوب ان انا ادرس مثلا 3 وحدات في اولى اعدادي اجي احذف مثلا يونت كامله اللي هي اليونت الثالثه على اساس انه الولاد ما يقدروش يدخلوا المدارس او ما يقدروش ما مش هيعرفوا يتفاعلوا اونلاين او مش هيعرفوا يوصلوا للمعلومه. لا، الكلام ده هيترتب عليه في تانية اعدادي في محتوى تاني، في تالتة اعدادي في محتوى تاني. ساعات بيبقى في دروس احنا بنشوفها بيبقى صعب استيعابها او ان الولاد يفهموها اونلاين، بتبقى عايزه المدرس قاعد قدامي. كلام حضرتك يعني في حاجات كده، حاجات معينه ممكن انا كأم اساعد فيها، اقعد معاه في الاونلاين بزق معاه، لكن في حاجات معينه اللي هو لا، المدرس هنا حضوره واجب وانه يكون قاعد في الفصل ومنتبه ويفهم. فهنا يمكن دي القصه بتاعت انه المطالبات بالحذف. وفي البعض قال لك برضو يا دكتور ايه، طب بلاش حذف، تبقى دي للاطلاع فقط، يعني ما اخلش برضو بالمحتوى وان اللي يبقى فيه تكامليه حضرتك اشرت ليها، لكن ما امتحنش فيها، ابقى عارفها وكل حاجه. ما بين ده وده ايه؟ هو كلام حضرتك مظبوط ان المعلم هو ركيزه اساسيه طب. ولا يمكن الاستغناء عنه باي حال من الاحوال. ده احنا عارفين قيمتكم جدا يا فندم، والله العظيم قوي. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لحضرتك. لا العفو. بس فدلوقتي طبعا الوزاره او القياده السياسيه تسعى جاهده للحفاظ على امن وسلامه الطلاب تمام. وعلى تمام استكمال العام الدراسي. ما تنسيش حضرتك انه في دول عظمى كبيره جدا فقدت سيطرتها على التعليم او على العام الدراسي والغتها، زي مثلا دوله اسكتلندا دي الغت انه ما فيش امتحانات وما فيش عام دراسي والطلبه يقعدوا لغايه ايه للسنه الجايه. فطبعا احنا يحسب لنا تمام ان احنا ما زلنا تمام يعني نواجه ونتابع، وزي ما حضرتك قلت ان احنا بنعمل تمام مقاييس او معايير او استبيانات على الفيسبوك او عشان نعرف ردود افعال او ولي الامر. أيوة. وزي ما هو كان واضح تمام على ما اعتقد تمام انه الوضع ايه يعني إيه الى حد ما تمام جيد جدا، وان الوزاره والقياده السياسيه تعمل جاهده للحفاظ على امن وسلامه الولاد وعلى ارضاء ولي الامر برضه وعلى تمام استكمال العام الدراسي، لانه برضه زي ما قلت حضرتك زي ما في معايير تقويم محتوى في معايير تقويم التقويم، ان انا ما ينفعش اخرج ولد من ثالثه اعدادي تمام ان هو يكتب بحث او البحوث السنه اللي فاتت كانت تجربه، بس دي كانت برضه اليه تمام يعني وصلنا ليها ان احنا نحاول ان احنا نحافظ على نواتج التعلم اللي احنا لازم ندور عليها. تمام حضرتك. بس فالنقطه المهمه اللي احنا بندور عليها دلوقتي ان انا كولي امر اسعى جاهدا ان انا اخلق او ابني او اغرس في ابني انت تتعلم عشان تتعلم عشان تفهم، مش عشان اعمال السنه اخدها كامله او علشان الامتحان هيجي صعب او لا. الهدف من المنظومه الجديده لوزاره التربيه والتعليم ان انا انمي ابني على مهارات التفكير ان هو يقدر يحل مشكله. تحضرني في ذلك برضو نبذه قصيره جدا، الفيلم المشهور اللي هو الثلاثه يشتغلونها اللي قامت بدوره الاستاذه ياسمين تمام. طبعا طالعه مش عارف جايبه كام 100% وبتاع والكلام ده كله وحافظه درجه اولى، ومجرد ما خرجت من الجامعه بقت يعني ايه بقت ان صح اللفظ صيده لكل ايه لكل الاشخاص اللي قابلوها. لان انت ما شكلتش العقل بالظبط كده، ما خططتش العقل على قد ان انت نحاول نفهم دي نحاول نفهم دي ان انا ابني الانسان القادر ان هو ينقد يعني. قادر يبتكر قادر يبدع. احنا شفنا اولياء الامور في بدايه الترم الدراسي لما كانت بدانا ان احنا طبعا كان موضوع ان احنا الدراسه يومين بس في الاسبوع وبقيه الايام هتكون في البيت اونلاين، فاولياء امور كتير قالوا هيكون صعب واولادنا مش هيقدروا يستوعبوا، فكان في مبادره يعني لينا كانت شهيره اسمها ابنك يستطيع، فبقول لهم هم هيقدروا بس انتوا ادي لهم فرصه، عشان حضرتك بتقولي انتوا ان انا متعقب عليا ان
انا بقول اهم حاجه الامتحانات، اهم حاجه الدرجات، لا خالص احنا ما بنقولش كده، يعني مش ده المبدا اللي احنا بنتكلم مع مين بنقولهم، لا بالعكس ان هم يقدروا. ان انتم ممكن لو فتحتوا مثلا المنصات التعليميه، فتحتوا قناه مدرستنا وقعدتوا ان انتم معاهم، حتى كمان لو هو مش فاهم حاجه انا احاول اساعده فيها بالزبط. فان هو هيقدر. بس لو انا هفضل طول الوقت اقول لابني انت مش هتقدر، انت مش هتستوعب، ده هيكون صعب، واقعد طول الوقت ان انا احبطه، بالعكس انا كده هوقف عقله خالص وهخليه ان هو مش هيقدر فعلا. فاحنا لا، مش احنا كاولياء امور يعني، لا مش بنشجعهم على كده خالص ان احنا نقول لهم لا، او اهم حاجه التقدير والدرجات، لا بالعكس احنا بنشجعهم ان هم يفكروا. والتطوير الجديد في التعليم ده كويس جدا وفرق معاهم كتير على فكره، حتى موضوع الابحاث كان كويس جدا، بس للاسف ان بعض اولياء الامور استخدموه بشكل بجد سلبي، لكن كان كويس جدا. عدد كبير من الاولياء للاسف، لكن بالعكس كان مفيد جدا يعني. طيب انا في جزئيه بقى اللي هي بتاعه الحضور جسديا، حضور يعني في المدرسه او الاونلاين الترم الثاني. يعني دلوقتي احنا طبعا شايفين كل البدائل موجوده، اللي عايز كده لا عايز يعني تاجل السنه كلها. مع الاصوات اللي كانت بتطالب سواء اونلاين او بالحضور، دلوقتي انت شايفه الاتجاه الاكتر لايه؟ يعني اولياء الامور بيفضلوا ايه في الوقت الحالي مع وضع كل البدائل دي قدامنا؟ هو كده يعني بقى في كل فعلا البدائل متاحه، فدي كانت بقت فكره كويسه جدا. بس في طبعا يعني جزء كبير من اولياء الامور بيقول لا نقعد في البيت احنا خايفين، وفي جزء تاني بيقول لا انا خلي ابني ينزل بس مع اجراءات احترازيه، مع ان طبعا عدد كبير هيقول لا انا مش هنزل، فالكلاس كمان هيبقى عدد اقل خالص، فخليه ان هو يروح المدرسه. فدي هتبقى يعني هي مش باينه قوي كم حد هيروح او النسبه قد ايه بالظبط، بس هتلاقي في ناس هتخاف انها تنزل وهيستكفوا بالحاجات المنصات التعليميه وبرامج التعليميه لو هم اولادهم كمان قادرين يحصلوا منها. هل البديل يعني كان في مدارس تقول لك ايه اخترت اونلاين يبقى تكمل اونلاين، ما ينفعش انك تبقى اونلاين شويه وتحضر شويه يعني تروح المدرسه شويه، ده برضو واضح قدامكم؟ لا ده مش واضح ان انت اخترت اونلاين، لا اصل الاونلاين كان متاح لكله، ما كانش متاح لفئه معينه. يعني انا هحضر المدرسه يومين وكان الاونلاين بقيه الثلاث ايام لاغلب المدارس، فهو يعني مش اختياري ده او ده. في ناس تانيين مثلا يعني ناس كتير قالوا لا انا ابني مثلا من الاونلاين بقى يفهم كويس جدا من المنصات او برامج تعليميه، في كمان منصات خاصه بالمدارس، مدارس خاصه بتعملها، فخلاص انا ابني الدنيا بالنسبه له كويسه، مش محتاج تواصل مباشر مع المدرس، فاوكي هو قاعد في البيت. طيب في ناس تانيين بقى صعب التواصل معاهم، هو ما محتاجين مدرس، لان اصلا ما فيش غنى عن دور المدرس طبعا والتواصل مباشر، فهضطر ان انا انزله المدرسه لو في بعض كمان مواد. كان دايما برضو في السنين الصغيره الولاد الصغيرين قوي يعني دول صعب جدا السيطره عليهم وصعب جدا المنصات معاهم. طب هنا بقى اتكلم على توفير البنيه التحتيه والمعلوماتيه والمنصات، يعني من فتره قلنا رب ضاره النافعه، ان احنا برضو كويس ان احنا استعدينا واشتغلنا على المساله دي فنفعتنا في الوقت الحالي. تقدير حضرتك بقى وتقييمك للمنصات والقنوات التلفزيونيه وكل اللي اعلن عنه الوزير واللي تم استعانه بيه في الفتره اللي فاتت؟ لا يعني الوزاره اعلنت عن يعني في 7 منصات تعليميه الكترونيه، وبنك المعرفه طبعا بنك المعرفه دوت يعتبر من اهم انجازات الدوله في من 2015 التحضير ليه والاعلان عنه، في كل المعلومات وكل السنوات الدراسيه، غير المنصات اودومودو ومنصه التعليم الالكترونيه والحصه الالكترونيه واسال المعلم. الوزاره اجتهدت هذا العام فعلا وتكلفت مليارات لانشاء هذه المنصات، وهذه المنصات كانت اساسيه للفتره المقبله، النظام التعليمي الجديد اللي يسير عليه الطلاب من كي جي 1 حتى ثالثه ابتدائي، هو ما عملت عليه وسرعت الوزاره في انجازه خلال الفتره الماضيه. جائحه كورونا سرعت ليس اكثر ولا اقل. هناك خطه كانت الوزاره ماشيه عليها سواء بتغيير المناهج وتطويرها، ويكون هناك مناهج مصريه، واعتقد الدكتور عارف الكلام ده، هو اللي ماشي شغال عليه، وانها مناهج مصريه 100% بايدي مصريه بفكر مصري، سيتم كانوا مدتها 9 سنوات تم اختصارها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الى 3 سنوات، وكانت سيتم الانتهاء منها في 22 اللي دي المناهج. برضو المنصات الالكترونيه تم تصريحها خلال فتره مع بسبب كورونا هناك تدريب عدد يعني المعلمين على نظام التعليم الجديد. المشكله يعني هي استاذه اميره في المشكله في بالنسبه للسنوات الصغيره السن اللي هو كي جي لغايه ثالثه ابتدائي، تواجدهم في المدرسه ضروري جدا، لان النظام ما فيش امتحانات، ليس هناك امتحانات، هناك تطوير للفكر وتطوير للمناهج في اكثر للطلاب، فوجودهم ضروري. الوزاره الوزير النهارده قال يعني ايه بالنسبه لكي جي لثالثه ابتدائي ليس هناك امتحانات ففيش قلق، لكن وجودهم قبل زي يعني هيتم استكمال استكمال الخريطه الزمنيه، معناها ان هناك الطلبه
حتى الثالث الابتدائي، صف الثالث الابتدائي سيكون موجود في المدرسه. وفق الخريطه الترم الاولاني كان 4 ايام في موجودين، هيبقى برضو اعتقد انا في اعتقادي الشخصي ان وزاره هتسعى على كده، ان هناك وجود 4 ايام للسن دوت، يتم تقييمهم حسب مستواهم. الالوان زي الالوان التفاعليه اللي الوزير اعلن عنها. هناك فعلا بنيه تحتيه على مستوى عالي جدا. هناك مدارس تم ادخال فيها الشاشات الذكيه للطلاب اولى ثانوي وثانيه ثانوي، بالفايبر اللي هو النظام الاحدث انظمه الانترنت. هناك اكثر من اولى وثانيه وثالثه ثانوي التابلت تم توزيع اكثر من 2 مليون تابلت على الطلبه. هناك تحديث للاجهزه التابلت. الوزاره وفرت كل البنيه التحتيه اللازمه لاستكمال ليس هذا العام او العام القادم او لا، لتحقيق رؤيه مصر 2030. هذه الرؤيه هو ده الوزاره تعمل عليه، هي سرعت عليه بسبب جائحه كورونا. واعتقد دي فائده للوزاره في الوقت الحالي، ونبني عليه كمان. بس بيفضل برضه دكتور علاء التساؤل عند كتير من الامور، خاصه لما يقول لك ايه اذا كنت عايز تحيره خيره، يعني مثلا لما بقى المساله في ايدينا اللي هو ايه، طب اروح ولا ما اروحش، هو الافضل اونلاين ولا الافضل الوجود الفعلي في المدرسه ولا الامتحانات التقليديه العاديه. احنا برضو ساعدنا يعني كخبير تربوي للام اللي برضو مش عارفه تاخد القرار، يعني المميزات والعيوب بالنسبه للاثنين. والله انا يعني حضرت مناقشه دكتوراه عنوانها جميل جدا، كان اسمها جماعات الضغط الاجتماعيه واثرها على متخذ القرار للمسؤولين قبل التعليم القبل الجامعي. تمام. طبعا كان بيناقش انه اولياء الامور ده طبعا بيمارس ضغط اجتماعي. النقابه طبعا الطلبات الفئويه للمدرسين او غيره او الاداريين او غيره، الحاجات دي كلها الحاجات دي كلها تمام بيتم دراستها وبحثها لكي يستفاد منها في اتخاذ القرار. فلو احنا اتكلمنا في النقطه دي ان احنا هنلاقي ان وزاره التربيه والتعليم عملت جاهده على بث منصات الكترونيه عديده لمساعده ولي الامر ومساعده الطالب للحصول على مصادر المعرفه المتنوعه. لو اتكلمنا في النقطه دي كمان ممكن نضيف ان الوزاره بجانب ذلك استفادت من حاجات تانية زي مثلا التنميه المستدامه للمعلمين لكي يواكبوا التطور والمنظومه الجديده اللي بتسعى عليها وزاره التربيه والتعليم. فحاليا دلوقتي في دورات تدريبيه لمواد التخصص، مثلا اللغه العربيه، معلم اللغه العربيه، معلم اللغه الانجليزيه، الى بقيه المواد، وازاي بيستخدموا التابلت بالنسبه لمعلمي المدرسه الثانويه، وازاي تمام يتعاملوا مع المناهج الجديده للمراحل المختلفه من اول كي جي لغايه ثالثه اعدادي، مرورا طبعا ايه بالمرحله الثانويه. طيب حضرتك قلت دلوقتي ان ولي الامر الاستاذه اتكلمت، طبعا هي طبعا رمز للامهات داخل المجموعه بتاعتها، قالت انه في اولياء امور كتيره قوي عاجبها الموضوع، وطبعا ايه اثنت على قرار وزير التربيه والتعليم انه الامتحان المجمع ممكن يكون اداه قياسيه او اختبار كويس، ان انا يعني ايه احافظ على مستوى ابني واعرف مستوى ابني وان هو يذاكر ولا يهمل اللي هو تم ايه تم دراسته. البعض الاخر زي ما تحدث استاذ ايمن قبل الهوى قال لي على فكره في ناس برضه هتقول لا الامتحان ده، طب انا ابني هيذاكر 5 مواد في يوم واحد، يعني حضرتك دلوقتي هتعمل لي امتحان في عربي وانجليزي و الى اخره، طب الولد هيروح او البنت هتروح هتفتكر ال5 مواد ازاي؟ المفروض الترم كان كبير قوي، يعني خلاص كل الناس خلصت المنهج في الغالب. بس الاجازه كبيره، يعني انتوا يعني بالاجازه من ست من بس كان. هو دايما بيقول هي ما كانتش اجازه قوي، يعني هي كانت اجازه فيها مذاكره ما كانتش اجازه قوي. فهم هيتكلموا هيبقى عامل ازاي؟ تمام. انا طبعا اؤكد لحضرتك ان وزاره التربيه والتعليم من النهارده تمام هيصدر قرار وزير التربيه والتعليم باعداد نماذج استرشاديه للمراحل اللي تمام تفضلت عليها الأستاذة وقالت إن إحنا عايزين نفهم. أنت عارف الشعور اللي جالنا إيه لما يقول لك كل السنة أو كل المواد في ورقة واحدة، اللي هو بس الجدية إن الولاد يبقى عايزين يفهموا. هو اتعود على كده يا أستاذة لبنى، اتعود إنه لو ما فيش امتحان مش هيذاكر. ما إحنا زي ما قلت لحضرتك إحنا عايزين نغير الثقافة دي. لا أنت ما بتدور، أنت المفروض ما تدورش على الامتحان، أنت المفروض تدور إنك أنت تتعلم. هتبقى سهلة.
لا هو امتحان يعني عشان طب بالنسبه طب لو هو لو هو مثلا ما جاوبش في العلوم طب هياخد دور تاني في العلوم، طب لو ما جاوبش مش عارف، طب انت بتصعبها ليه على نفسك؟ مثلا سؤال واحد في العلوم، سؤال في العربي، بتصعبها ليه على نفسك؟ هو بيقول لك انت عندك القدره. هو التقييم برضو ليه بعد تعب ترم كامل وترم طويل كمان في الاخر في تقييم، دي حاجه كويسه بالظبط. هو نفسه يحس ان هو حقق حاجه اللي هو لا جاب يعني ما نصعبهاش على نفسنا. القياده السياسيه والوزاره نفسها بتقول يا جماعه تمام، يعني زي ما بيقولوا كده ما تخافوش هتنجحوا. فاهمين حضرتك؟ فما نصعبهاش على نفسنا. احنا بس نخلي بالنا من مذاكره الاولاد، وبرضه نهدي نفسهم ويكون عندهم طبعا ايه، وزي ما بتقول كده احنا مش بنذاكر لهم عشان الامتحانات، بنذاكر لهم عشان يبقوا فاهمين علشان يطلع السنه دي هو مستوى ونبني عليه السنه اللي بعد كده. اللي احنا عايزين نغيره او الوزاره عايزه تغيره، نبعد عن الدرجات، نبعد عن الحاجات دي كلها كده كده. يعني المقاييس او الاختبارات اللي هتتعمل دي هتبقى في صالح الطلاب. تمام. يعني انا زي ما بيقولوا كده شاهد عيان انه حتى في اختبارات ثالثه اعدادي بيبقى التصحيح لصالح الطالب. يعني شاهد عيان واقسم بالله انه ما في طالب بيتظلم في ثالثه اعدادي، تمام، او في اي مرحله. يعني على حسب كشاهد عيان ليا انا شخصيا التصحيح في صالح الطالب. الطالب لو محتاج درجه تمام اديله مثلا درجه ونص او درجتين لانه ولي الامر تعبان والطالب تعبان واحنا في ظروف استثنائيه. طب احنا ما تناولناش اختيار ثالث بقى اللي هو اجل السنه كلها ما تدخلش امتحان. ما ينفعش لا صعب. بس هو بديل موجود قدامنا. هو بديل موجود الوزاره يعني طرحته فعلا. بس هيكون صعب لانه يعني ليه هنضيع سنه على اولادنا؟ هو كان مطروح السنه اللي فاتت بس ما كانش في حد. اولاد الامور عايزين سنة. يعدوا السنه بدون امتحانات وبدون ابحاث بدون احاجه لو السنه دي. هو دي مشكله. لا بس صعب كده يعني. طبعا صعب يعني. هو زي ما الدكتور بيقول يعني الامتحان لان الدراسه فعلا متراكمه على بعضها. احنا حتى لما قلنا ان احنا على المواد ما كناش بنقول نحذف، كنا نقول للاطلاع ممكن نخلي الوحده الاخيره او مثلا الجزء اللي هو مش هيكون مؤثر قوي، لكن في حاجات طبعا ما ينفعش ان احنا نيجي جنبها خالص. احنا عارفين طبعا ان كله متراكم، بس طلاب ثانوي بقى عندهم مشكله عايزين برضو ان احنا نطرحها فبتوجههم في الامتحانات، ان البعد عن الاسئله التعجيزيه. ساعات بيكون في سؤال ويختلف عليه اكتر من معلم على اجابته. ما انا ارد عليك لو انت عايز تكلمني في ثانويه عامه بالذات والدكتور اكتر مني، بس انا هقول بالنسبه لارتباطي بالوزاره بفتره يعني. امتحان الثانويه العامه هذا العام بنك الاسئله وبنك الاسئله الكتروني، يعني الاسئله تم وضعها ما فيش تعجيزيه. بنك الاسئله بيتم ارسال السؤال. ما هو الامتحانات الالكترونيه عاديه. لا مش يعني في فرق لما اكون انا يعني بنك الاسئله حاطه مدرسين، لكن في فرق لما اكون في درجه صعوبه. يعني زي ما الدكتور طارق شوقي قال في 5 درجات صعوبه لسؤال واحد. ممكن سؤال واحد في العربي مثلا هو أنا درجه صعوبته 5 ويتم ارساله لكل طالب في الثانويه العامه. زي ما بقول يعني لجنه مثلا فيها 15 طالب، الامتحان هنا مش هيبقى زي هنا، لكن درجه الصعوبه من سؤال لسؤال هيبقى مختلفه. لا انا مش بتكلم على اختلاف النماذج الامتحانات. مش تعجيزي، هو تعجيزي تقييم التقييم المدرس او يعني بيبقى ده يعني زي مثلا هو سؤال عادي تقديرية. السؤال عادي في الامتحان. فزي انا مثلا جاوبت اخترت اختيار ايه. فيبقى في اكتر من معلم يختلفوا ان هو ايه ولا بي. فدي مشكله. ما هو التعليم برضه الكتروني. التعليم الالكتروني ايوه بس لما يكون كلها يعني هل في نموذج للاجابه؟ يعني في نموذج بيتاخد عليه لما يبقى كل اتفضل يا دكتور. بس دي جات لنا شكاوي كثيره جدا ان كذا معلم يختلفوا على الاجابه. طب كده الطالب ضاع في النص. هقول لحضرتك حاجه، انه امتحان الثانويه العامه قبل ما يتحط بيتعمل له حاجه اسمها جدول مواصفات. انه كل يونت بيبقى لها نسبه معينه في المئه لوضعها في النقطه الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه. دي حاجه اساسيه. النقطه الثانيه ان بعد ما بيتحط الامتحان بيجي اللي بيوضع الامتحان بيقول انه اجابه رقم 1 موجوده في كتاب التدريبات صفحه كذا نقطه كذا، لازم يعمل كده. ولو جاب حاجه غير كده بيتم تحويله شؤون قانونيه وبيبقى فيه مشكله كبيره. ثالث حاجه بيبقى فيه نموذج اجابه. نموذج إجابة، إنه أنا ما ينفعش مثلا المدرس يقول لي أصل هي المفروض إيه وهي بي، ما ينفعش خالص. ده يبقى قصور من المدرس أو هو مش متخصص زيادة عن اللزوم أو مش دارس زيادة عن اللزوم. لكن نموذج الإجابة بيبقى واحد جاي من الوزارة، من مكتب مستشار اللغة الإنجليزية أو الوزارة، ديوان الوزارة عامة، زائد إنه بيبقى في جدول مواصفات. فالموضوع زي ما قلت لحضرتك تمام بيبقى ماشي تمام بحوكمة شديدة جدا. نتمنى كده. لا يحتمل لا يحتمل
يحتمل يعني لا يحتمل شيئين، هو شيء واحد بس. تمام، يعني مش عايز اتطرق لموضوع معايير ان انا احط معايير ان انا احط امتحان اختيار متعدد، هنوجع دماغنا وحاجات طبعا تربويه. عايزين نناقش نقطتين بقى سريعا واخيرا. في تعليق اخير كده سريعا يعني عايزين نتكلم بقى على ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام. احنا عايزين نعمل لهم الفتره الجايه نشط الوزاره انها توفر لهم يعني منصات بقى وقنوات تعليميه لتناسب ظروفهم، يعني يا ريت ان احنا يكونوا زيهم زي الطلاب التانيين. حاجه ثانيه كمان ان هم عايزين نماذج استرشاديه تساعدهم الفتره الجايه في الامتحانات، لان هم برده ما عندهمش، فيا ريت لو الوزاره تقدر انها توفر يعني ليهم هم كمان. احنا خلينا نقول احنا النهارده اتفقنا كده على الخطوط العريضه، بقينا عارفين خريطه الطريق لو جاز التعبير كده، نبقى شايفين الوضع قدامنا عامل ازاي بالنسبه لسنوات النقل والشهادات، وبناء عليه بقى الايام اللي جايه اعتقد بقى استاذه اميره هتتضح بقى كتير من الامور والتفاصيل والاستفسارات اللي هي الحاجات بقى ايه الفرعيه والسنويه علشان تكتمل الصوره والرؤيه. لكن بشكل عام نقول الحمد لله يعني باشاده، حتى لما قال دكتور طارق شوقي المؤسسه الدوليه العالميه بتتكلم على ان مصر قدرت انها تنجح في انها يعني يبقى عندنا عمليه تعليميه وبدون اي خسائر، وعملنا امتحاناتنا وعملنا كل حاجه والولاد الحمد لله الدنيا بخير ومكملين على ده، فطبعا ده شيء مهم. تتعامل مع تخوفات اولياء الامور والطلبه وانك توفر لهم كل البدائل وكل السيناريوهات تكون متاحه، ده طبعا مهم جدا، اعطاء حريه الاختيار وتطمين الناس جميعا. التفاصيل بقى اللي هتبان خلال الايام اللي جايه ونشوف بقى المدارس الحكوميه المدارس الخاصه التجريبيه والنماذج الاسترشاديه للامتحانات وكل الامور دي عشان تبقى برضو الامور واضحه قدام اولياء الامور وتعدي السنه دي على خير يا رب ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. صحيح، وعيد حب، احنا في عيد الحب مستنيين هيحصل ايه مع الولاد. دكتور طارق شوقي فاجئنا. عبر عن حبه يعني للشعب كله، واحنا بنعبر عن حبنا ليه، بس احنا محتاجين بقى يعبر عن حبه لثالثه اعدادي، يعني يا ريت لو يراجع القرارات تاني بجد، يعني عشان هم اتظلموا قوي. هو ما دام الاستاذه قالت، هو الدكتور طارق شوقي متعود خطوط عريضه، وبعد ذلك خلال ايام يتم بقى ياخد كل سنه دراسيه تفصيل يتم شرحها وعرضها، وان شاء الله يبقى في تعديل باذن الله. لكن المجمل القرارات كلها كانت سليمه يعني وفي مصلحه الطالب. الحمد لله يا رب دايما على خير، ونطمن على اولادنا والسنه تخلص على خير ان شاء الله وتزاح الغم باذن الله. انا بشكركم شكرا جزيلا دكتور علاء الجندي واستاذ ايمن صقر ومدام اميره محمود، بشكركم شرفتونا ونورتونا.